السلام عليكم. اليوم سوف ناخذ فكرة عن أشغال نتاع البنك الخارجي الجزائري اللي راهي سايرة في باب الزوار. وهنا نشوف التصميم نتاع البنك هذا، تصميم رائع، وال يعني الحجم نتاع المشروع هذا ضخم، وسوف نتلمس هذا في الصورة هذه، الصورة اللي راهي جاية الآن، ونشوف يعني الحجم نتاع الحفرة تاع الأساسات هنايا، يعني الأساس تاع المشروع هذايا، واللي في الحقيقة الأشغال راهي متقدمة بارابور يعني للحفرة تاع الأساسات. نزيد نشوف هنا الصور نتاع الأشغال اللي راهي هنا في الطابق الثاني، يعني في الطابق الخامس، يعني لو نتحسب فيه 3 طبقات تحت الأرض. إذا نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.